ما أجمل أن تقف مع أبطال هذول في نص الداون تاون في أوتوا، في بعض التماثيل لأبطال حاربوا من أجل كندا سواء في الحرب العالمية الأولى. تطلع على الاسماء وال ناس كنا تطلع علينا يا جماعه اهلين هاي جايز سينا ربطنا anyway فهذه الاسماء مهمه جدا بالنسبه للكنديين لانها جزء من الهيستوري اللي يسووه الكنديين خلال الحروب سواء الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه ضد النازيه والاستعمار في اوروبا عشان هيك يعملون هاي الابطال لكن انا بشعر انه اهل اوتوا هم فعلا ابطال لانه هذه التماثيل في فصل الشتاء تتحول الى دونيشن كلوزت بما معناه في فصل الشتاء بتلاقي محطوط عليه مثلا سكارف او لفحه وكاتبين عليها دفنك يعني وخذي لانه الناس بتكون بردانه احيانا والبرد الشديد في اوتوا فبتلاقي طاقيه جلوبس محطوطين جنبه ممكن جاكيتات فبصير هذا المكان زي اكنه مكان تشعر فيه انه فعلا اهل اوتوا هم ابطال فسلام لاهل اوتوا ومشكورين كثير على هذه المبادره اللي بسووها في كل شتاء وخاصه لما تكون البرد شديد وشكرا لهذول الابطال اللي دافعوا عن كندا. اعجبتكم القناه بامل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.